بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الخميس الموافق 26/8/2021 تم بحمد الله تحميل عدد 19 طن من لحوم الاضاحي لهذا العام وذلك لتوزيعها على المديريات الاتيه سوهاج 4 طن قنا 4 طن البحيره 4 طن الغربيه 4 طن الشرقيه ثلاثة طن يتسلمها السادة وكلاء المدريات وكل عام وأنتم بخير السائق مدير مصطفى عبد المحسن الخميس 26-8-2021 محمد لئنا أربعة طن